اللي موجود في صورتين بس، يعني احنا فوتناهم لو نقدر نعرضهم سريعا. محمد صلاح ومحمد النني زاروا المسجد الاقصى في القدس بعد المباراه مكابي تل ابيب، يمكن سافروا القدس وزاروا المسجد الصخره، صلوا في جوه قبه الصخره بالظبط في المسجد. كانت فرصه جميله يعني، الصوره كانت دي من ضمن برضه اجابات الزياره يعني بالظبط. سافروا طبعا، لكن المسجد الاقصى ما قدروش ان هم يصلوا فيه لان طبعا عليه دواعي امنيه، فصلوا في قبه الصخره في محيط المسجد الاقصى. اعتقد من الحاجات الايجابيه برضو لزياره محمد صلاح والنني. وكان بيتكلم ان هو يعني اتبسط لما سمع الاذان والقران بصوت عالي. محمد النني اتبسط جدا، ويمكن كمان جماهير فلسطين استقبلتهم، يعني جماهير فلسطينيه كانت متواجده ورفعوا لهم لافتات بالترحيب بيهم واستقبلوهم وتصوروا معاهم. هناك عرب 48 مظبوط مظبوط، اعتقد كانت يعني زياره ايجابيه جدا ليهم. جميل، اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاحصاءات. نشكرك الافاده يا استاذ خالد طلعت، دائما كده كده يعني دكتور احصاءات. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والساده المشاهدين طيبين.